تحية متجددة مشاهدينا. إذن انطلق في 29 من شهر جوان الماضي معرض للكتاب في منتزه السابلات، يعد من أكثر السابلات التي تعد من أكثر الأماكن إقبالا من طرف المواطنين وكذا الأسر على مدار الأسبوع وإلى ساعات متأخرة في الليل. إذن سنتحدث عن هذا العارض الأدبي الذي يحضر في السابلات، السيد الأستاذ محمد بغدادي مدير دار بغدادي للنشر والتوزيع. صباح الخير. صباح النور. إذن شكرا. إذن كنا نتحدث عن وزارة السياحة التي نظمت خيمة كبيرة للعارضين، وكنت أو تتواجد أنت في هذه الخيمة كعارض من المجال الأدبي من أجل مرافقة هذه الأسر التي تحضر المكان. نعم بالفعل وزارة السياحة هي اللي نظمت هذا، وذلك بمرافقة المستعفين في الصابلات، وأنا الناشر الوحيد اللي راني عارض الكتب، لأن نوعية تاع الكتب تاعي يعني تلائم مع المستعفين. نعم. خاصة الأسر التي تحضر أطفالها. نعم خاصة الأطفال، ما نقدرش نقولوا الطفل الآن نعلموا الطفل في الصيف، وإنما لازم يتمتع بالصيف والخير. إحنا درنا له طريقة على طريقة باه يتعلم ويتمتع فعل يعني بهذه الطريقة، هي أننا طرق حديثة من أجل التعليم والاستمتاع لأول مرة حصرية في الجزائر، في الجزائر وحتى في العالم العربي، ربما في العالم، لأننا جمعنا بين الحركة تاع يعني الصورة الرسوم المتحركة مع التعليم، يعني تعليم الأطفال خاصة الأطفال ابتداء من السن الثالث. جيد. وبالتالي مثلا الطفل ما تقولوش شريت لك كراسة خط ولا كتاب المطالعة، قول له أنا جبت لك لعبة. لعبة مثلا توري له لعبة، هو مثلا رسم متحرك مثل هذا. جيد تفضل تقدر توري الكاميرا. تقول له هي العكس من هنا أستاذ. عدو الغزال. أستاذ من هنا. نعم في هذه الكاميرا أقلب. نعم. جيد. هذا هو الطفل يقول لك أعطيني نلعب حاجة الأولى ولا يحب يلعب. أقلبها أستاذ الكاميرا هذيك. نعم. عفوا يعني ما عرفناش أي الولي الأمر يقول له لا يا ابني ما ماشي تلعب، إذا حبيت تلعب لازم تعمر لي هذا فعلا الخانات هنا، يعني هي حروف هذه بقرة هذا باء ميم إلى آخره. يعني حقيقة في الطفل كما قلت في سن الثالثة أو الرابعة ما نقدروش نفرضوا عليه فقط القراءة، وإنما نتحايل تعلم بطريقة اللعب. نعم هذه اللي يعني جديدة في الجزائر وحتى في العالم العربي، ما تلقاش كتاب مثلا اللي فيه رسوم متحركة. جيد. درناها حتى في المطالعة بالنسبة للكبار بالنسبة للتلاميذ يعني في قصص. نعم يقراوا به المطالعة لأن ما يحبوش يطالعوا، كنت تقول له هكا كتاب طالع فيه ما يطالعش. نعم. ولكن لو تقول له هناك مثلا رسومات، مثلا عندنا رسوم توثيقية على الجواز العربي الأصيل، ويشوف الحركة هذاك يتحرك يتحرك حاجة يعني توسي الانتباه يعني ويتمتع بها يعني. نعم. يولي يقرا الارقام مثلا 4000 يلقى هنا مثلا 4500 سنة وشنو هذا الرقم، انه يعني عنده الجواز العربي الاصيل عنده يعني. جيد. 4500 سنة الارقام هذا حتى يولي تلقاه يقرا في النص ويدخل في النص. جيد استاذ محمد بغدادي، منذ نشر يعني منذ المعرض الذي قمتم به في 29 كيف كان الإقبال؟ هل كان فيه إقبال للأطفال من هذه؟ يعني إقبال كبير جدا. جدا خاصة الأولياء اللي يكونوا مرافقين بالأطفال. نعم. ما يقدرش يمر الطفل على الخيمة تاعنا على الجناح تاعنا وما يشريش. جيد. لماذا؟ لأنه يشوف أول مرة مثلا يشوف كتاب مثلا وفيها حيوانات تتحرك. جيد. والولي الامر يشوف التلميذ ولا يشوف وليده يقول له بابا شري لي كتاب، حاجه تفرح الولي حقيقه. لانه ماذا بينا كما يقولوا نعود الطفل على الكتاب، لماذا اللعب فقط؟ يعني اللعب اكيد جد مهم للطفل، لكن ثقافه الكتاب يجب ان تتوزع عبر الاسر جميعا. طبعا لازم نحفزوه الطفل هذا، لازم يتحفز هو يقول لك شري لي كتاب. هو في ذهنه حتى يلعب يعني بها يلعب. نعم. ولكن احنا معليش الماء اذا تعلم العب، ولكن هو عندك قلم ويكتب يكتب مثلا ويكتب ويمحي مثلا هنا قال هذا الالفابي هي مثلا تاع الحروف تاع الكريتور هاي ا
ومن بعد تيك يمحي عنده يمحي الاخر ويكتب ويمحي يكتب ويمحي يعني حتى يتعلم. وهذا مفيد يعني للاولياء يفرحوا لان ابنهم الابن تاعو يقول له اشري لي كتاب كتاب هو باه يلعب ولكن الولي يستعمل هذا اللعبة باه يتعلم. وكما قلنا اذا تعلم فقط حرف او ربما رقم في اليوم فمع نهايه العطله اكيد سيتعلم اشياء كثيره. ما راحش يتخلى على الكتاب حتى ينتهي منه حتى يتعلم. يعني انا نعطيهم بيداغوجيه نعطي التعليم. نعم يبدا يفتح الكتاب لان فيه العاب وفيه في كتابه الى اخره حتى يقرا الالفابي كله. شكرا اذا الاستاذ محمد بغدادي مدير دار بغدادي للنشر والتوزيع بالتوفيق لك.